السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحاب الصحاب كيف بقيتو؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تحيه لكم كبيره 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 فيما كنتو داخل الوطن ولا خارج الوطن. كما كتشوفوا هذه الليله اخوتي رحنا معروضين نتعشاو. اه اختي ما كاينش هاد الدركه شكا تفرجي فيوني كي حنا اليوم معروضين فين نتعشاو. وعد من طبيعه الحال عند وانت تشوفوا عندنا غنتعرضوا اليوم. والله جبت نوريهم الدار فين كبرت. اه شوفوا غير ضعفونا في المنجينه. هي الحومه بعدا صافي طام مدينة الحاجبة ديال الدار فين كبرت اخوتي. علاه ايوب ولا كبرت في هاد البلاصة هادي. ها اليوم جينا في مسقط راس ايوب هنا. انا راه ولد دارنا راه تزيد في الدار. ايوا داركم انت. تزيد في السبيطار هذايا. والله لا ولد دارنا والله. واليوم كما كتشوفوا احنا اخوتي معروضين عند مريم بنت عم ايوب اللي جايين اليوم جايين عند عم ايوب المعروضين للعشاء. وحبينا نشارك معكم هاد الاجواء هادو ان شاء الله وتشوفوا العائله كيفاش تكون مجموعه. وخليكم معنا ان شاء الله غادي تجينا العروسه. مريم شات تسخر يلا باش نطلعوا بعدا نسلموا ودابا حنا نطلعوا نسلموا على العائله ان شاء الله. شوفوا صحاب كما كتشوفوا دابا حنا جالسين دابا الحمد لله العائله كلها مجموعه. وسمره داير فضيحه مع سعد راه جالسين كيلعبوا. ودابا خاتي غيتا كما كتشوف تكرا دار العشاء حنا دابا كنتسناو راه كاينه مريم الدار هذه عندنا فيها حنا الذكريات. الذكريات دابا دابا حمزه حمزه ما عندوش ذكريات هنا. حمزه اللي ما عندوش ذكريات. اما عندك نوال ويانا فاطمه الزهراء كلكم مريم الوالد وسعد سعد حتى هو دابا راه عنده ذكريات. دابا كلهم دابا العائله كاع الوالد اللي تزادوا هنايا صافي تيكونوا عندهم توالا خلاص تيكونوا كيكونوا الانسان رحل ولا ايوا دابا ندوزو عند الحاج راه كاين معنا الحاج حتى هو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه للمشاهدين قناه البهجه. شكرا على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لقناه البهجه. واليوم حنا جينا ضياف عند الاخ ديالي يقول واش ديال برادرنا هذه. فاحنا كبرنا الحمد لله دابا جينا نزورو الاخ ديالي هنايا. تحيه ليه وتحيه للعائله ديالو كامله صغيرا وكبيرا. وتحيه للعائله كامله ديال الاب ولا ديال الام. تحيه لهم كلهم. فاش كتدخل فاش كتدخل الحاج مع السوري شنو كتفكر؟ شنو كتفكر؟ كنفكر تما عشت تما كبرت تما كبرت تما دوزت الطفوله تما دوزت كلشي. الوالده والوالد الله يرحمهم. وني ما تزيدوش هنا انتوما امة الاسلام كاملين. ما تزيدوش انتوما هنا؟ لا انا ما تزيدتش. شكون اللي تزاد هنا في الدار؟ حتى واحد. فين تزاديت انتوما؟ تزادينا الفوق هنا في الحاج بنيت ولكن ماشي في هذه البلاصه بلاصه اخرى. حتى الوالد بنا هنا السفلي وعاد رحلنا. خلاص انتوما دوزتوا الحرب عليه في الدار. عمي جاي ضحك. عمي؟ نعم كي داير بخير؟ الله يسعدك. لاباس عليك كلشي مزيان؟ لله بارك الله فيك. تعاود لنا ولا تعاود لنا شويه ديال الذكريات داكشي اللي كنتو كديروا هنايا. الذكريات ديالنا نزلت من السبعينات وهي طالعه حتى ال 80 والتسعينات حنا. كي داير مصيعه كلشي مزيان عمي؟ الحمد لله بارك الله فيك. ايوا حنا مجموعين اخوتي اليوم عملنا عرضنا وراه كما قال الحاج هذه راه دارنا راه دائما هنا هنايا. ايوا نجمعوا شي شويه وندوزوا وقيت زوين ان شاء الله باذن الله. ومعنا واحد الاستاذه دائما راكم كتسولوا عليها غبرات من قناه البهجه. شديك دابا ولا بلاتي؟ انا بلاتي ها؟ بلاتي شدو فيها نشوف يلا. كي داير مزيان؟ انت الوحيد اللي ما دوزتيش طفوله في هاد الدار. انت ولد الامنيه انت. ايوا الحمد لله احنا مراضين عند عمي اليوم. الوالده؟ اش كتعاود؟ السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي. تحيه لكم كاملين. الله يسهل اموركم الله يعلى دراجتكم وشكرا لكم. شكرا للتعليق ديالكم الزوينه. ايوا الحمد لله حنا مجموعين هاد النهار اللهم لك الحمد يا ربي. ايوب انا هو اللي دوزو هنا القيره هنايا كانوا دوزو ياك. واني الطفوله في احياء شعبيه راه احسن طفوله. دابا لا عقلت لايوب قلت له كنتي باقي صغير ودايره في ديك المشايه الفوق لتحت بحال هكا هي النيت ودايره في وسط الدار وانا دائما تنسد الباب. مع كي طرح تنسى الباب محلول صافي هو يغفلني هبط في ذاك الدروج ديك المشايه عرفتي فين غادي تقلب تعرضت لك خالتك غير شقباتك بديك الكريصه. الثانيه فين غادي تقلب الكريصه؟ هو هابطي تكلكل تيسحب راسي عرفتي انا تبع ديك الكريصه بحال طار ديك الكريصه. كوني في عيدات الموت هذا باك. الله يستر غير ربي يستر غير ربي يستر شي واحد والله. تمشي وين؟ لاباس الخضر كيمشي الخضر. عرفتي الدار كي هبطت في الدروج ماشي فين تبعو صافي يا الدار. فين الدرجه الثانيه غادي تقلب غادي الله يستر تقلب شقبات خاطر غير تاكل الحمد لله. اه يدرس عايشين غير بوليس دابا.
تسخن حديده ولك حتى الزرابي ها؟ عقلتي النهار الحاج كانت عنده واحد الدار وانا تنطيب عقلتي تنطيب الخدامه وصافي راه هو راه الوالد وهادي وجا دار تحت هنايا تحت ودار البريز سخنت الحديده تاع سخنت دابا شافها سخنت طاع البونجا بحال هكاك شافها طبعت البونجا ولا حطها بالزربيه صافي طبعت دابا نوريها لهم شي نهار نزل عندنا الزربيه باقي الزربيه لا صافي ولكن هذيك الطوبيطه باقا ديك الزرق دابا سخنت دابا الشومه كتحدد ما عرفتش انا بغيت نحدد كاع الزربيه وطلع دابا غير ديال الزمان وقيله ديال شحال هذه ما كاينش داك الشيء فهمتي لا لا ما كاين صافي سخنت سخنت لا هو هو بسلامتو كان تيدير شي خساري يلاه ما كاينش واحد البوله عاوتاني فقنت هكا شنو دار لها كانت هابطه شوي شد البوله ديال الطوموبيل لقى البوله ديال الطوموبيل لا هذيك تارح لنا هذيك لا هنايا هنا لا لا ماشي هنا لا ماشي هنا انا عاقل على زبيلي كاع دار البوله دار مقدم وطلع فوق الناموسيه ودار ديك البوله هكا في وسط هذا وضربوا الضو الله يستر حتى تزوت فوق ديك الناموسيه وطاح الضو انا في الكوزينه عاوتاني عرفتي تيغفلني غير غفلني عرفتي عرفتي من السقير كتسمع السكات لا ديال البوله قبل العاصفه هي ديال البوجه عرفتي حتى تنشم الريحه ديال الخيار يح 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 عرفتي صافي جيت تنطيح نسبك وانا دابا لا انا غير الاخر شتا قال ديك ايوب سمعت في كل جوله راه هي الحديده سخنت وما بقى كيدير لها في محطه التراسي حصل الله وجات لهم الفطور ودابا ويجي الوالد قال له هذا واش الفطور ديال بنتي قالت له لا داك واقيلا راه غير ايوب راه ايوب غادي يجي غادي يخرج شي بغيت تما المهم هو طلع نيت ايوب مع الدخله دخل الطبله تابعه فاطمه الزهراء غير كي واحد قالت فاطمه الزهراء شاط البيض حطت عليه لحته في موكلاتو بقى تيقول لها ايوب وبيضي بيضي 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 ايوا دابا عاود الناس هدي على الذكريات ديالك اخوتي الذكريات كثيره جدا انا ايوب الكوارث انا فاش كنت كان مريض الدار عارفين غير كيسمعوني سكت صافي يعني اذا شي حاجه غتوقع لا الهدوء ما قبل العاصفه الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي وخواتاتي اليوم رحنا عند عمي معروضين عنده الله يخلف عليه رحنا دائما هنايا وحنا الحمد لله دائما عائله شو كل مره كنصورو كنشوفو كنجي ما كنصوروش اغلبيه ما كنصوروش ما حتى مرت عمي حتى هي ما كتبانش بحال الوالده ايوا عمي حتى هو كيحشم ما كيقدش يبان في الكاميرا بزاف قليل فاش كنكونو هكا مجموعين ولا عاد كنشدو فيه شويه تيهضر حتى هو تيحشم اخوتي حنا مجموعين اليوم ما شاء الله ولكن تعيشوا معنا هذه الاجواء وهذه هي الدار فين كبرت وكيف قلت لكم قبل انا راه دارنا ما تزيد لا في السبيطار لا حتى شي حاجه قول لهم ماما ولد دارنا هنا انا ولد دارنا اخوتي تزاديت هنا في الدار قابله غير في الدار قابله هنا في الدار الثاني ديالو شنو قلتي الحاج؟ مسكينه كانت سر لاباس عليكم مشاهدينا بخير كيدايرين متابعين قناه البهجه لاباس عليكم شكرا بزاف حيت سقسيتو فيا وسولتو فيا في الكومونتير ايوا شوف صوت الكاميرا كتروح شويه زعما راه نسيت الكاميرا فين غبرتي فين غبرتي والله بقاو كيسول عليك المتابعين قالك فين مريم فين مريم نخدم على وليداتي فين هما الولاد بعدا باش نخدم عليهم واخا ما عنديش الوليدات فين نخدم عليهم كانت خدامه راه ما كانتش انا بنت الحاجه داكشي باش ما كانش كتبان معانا اليوم حالفنا الحظ اللهم لك الحمد بغات دير لنا مفاجاه ساعه فرطات انا واه فرطتنا فرطت انا واه شي يومين دابا قلت لها عندك كتقولي لهم راه غادي نجي كنتسلت كنحج مسكه تندخل للدار قالت لي قالت لي وفاء قالت لها شكون يعاون خالت ريتا قالت لها كاينه مريم في الدار حيت انا عارفه دابا مريم كاينه في الخدمه واختي اختها فاطمه الزهراء هي خدامه وخالتي غير تالي كاينه بوحدها وهي وسعد اللي كنقول يا خالتي غير تعرضها لك وشكون غادي يعاونها وهي تبدا قالت راه جات مريم راه جات مريم ولا غير مقريه مصيه اش غير صوتك انا جايه عندك شي تقولي لهم راه جيتي
نخسرنا فاطمة الزهراء ما كيناش معنا فاطمة الزهراء. لا ولكن انا كي جيت للدار ما قلت حتى شي واحد. كان بابا تياكل حتى خلاص هو يلقاني. فهم والو. ما فهمتش شي حاجة وما ما تخبعت لها مورا الثلاجة حتى لقاتني. بابا جاتو الهستيرية ما فهمتش شي حاجة ملي جابني فوق راسو. الأخرى مش من قرار مشتوتي. مشتوتي. جيت في العيد الكبير صافي. جو العيد الكبير. قبل العيد الكبير. ديك القيجه نيت فاش كانت غبرات من القناة كان آخر فيديو قرارها من تما. هذا هو نهار كبير هذا مريم. الله إلا. خدمتي بعدا جمعتي شي فليسات. جمعتي شي فليسات؟ أنا والو. والو؟ يا ربي السلامة. يا ربي السلامة. أنا كنت تعيط لي وتتقول لي فلوسها في الشراب طيب هاد الله جات تشري الشراب. جات تشري الشراب. اكم حاب لنا البنات شرينا 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 كيمشي زكاه الله يسهل عليها يا ربي غزال قطعوا لي قطعوا لي وقالوا لي سيري في حالاتك في واحد لين قام كتشوفينا بعدا هيا تيتمنشوا والله دابا بعد الكاميرا كتخبع عرفتي الكاميرا صوني عليها راه واليد الله التليفون ديما طيب هو عمي بدا يتشكى تتشكى دبرتي عليا وانا تنخدم باش غير يبقى التليفون واش الخدمه عاوتاني كل مره تيقولوا لا التليفون خصك هزيتي دابا شنو ترجعي للخدمه كون جي ولا شنو درتي ما نعرف والله عييت مريم هذا هو حالك كتخدم شهرين دوك كتبرك شهرين راه كثار ماشي جديد اولا الا الصيف هي 3 شهور الصيف وشهرين مورا الصيف هي 5 شهور ايوا قبل الصيف خدمت شهرين راه تي شحال هذيك الوقت كطير راه دغيا راه عييت وما كنش حتى الرقم مشايد الاطباق ديالها اللي وجدت واه انت اللي وجدتي الاطباق يا راه وجدت الاطباق وجدت الكيسان وجدت الصيني لا انا وجدت الكيسان دابا شوفي بلا كذب شنو وجدتي انت خلينا من الاول انا نعرفك خويا هذا الشلاده ها جيتي نعاود تفرج درت مجهود ودرت كل فتره صابت درت واحد المجهود صابت واحد الشلاده لا درنا واحد الشلاده انا وناوي ها نقيت هي جاي لا واش هذا الناس هذا انا وياك غير المره غير شكون نقر خيار شكون جابك البزار شكون نقرك البزار جاب البزار واش صاد درتي واش درتي ولا تكذبي انا اللي لقيت الخيار ها الخيار وطلع على اختي مريم كلشي غزال ما شاء الله كلشي زوين تبارك الله كلشي متول الله تاوي تبارك الله ما شاء الله عليكم وانا ما نعرف واش هي بغينا نعرف واش هي درت الشلاضه لا لا كنت غطيها كطلعها لي خذوا لي قولي الحقيقه لا لا شوف شوف كي التحقيق لا لا تبارك الله الصراحه لا تشاركنا فيها انا ها مريم غير كتحشم تبارك الله كتعرف طيب كندير طيب تيا زويون هي كتحشم دابا حتى هي قدامك نشاركوا معكم شي شيوه ان شاء الله تيقولوا لنا المشاهدين هكا داك العصر اللي كتعطيهم باش يضعفوا واش ضعفوا ولا مازال صح انا شوف ضعفيتي انا ولا ما ضعفيتي انا ضعفيتي ايوا قال صافي لان كاين الدليل ها انتما دياش هذا درت اختي مريم ها انتما راه والله درت مجهود ها غتبقاو تعيروا لنا في مريم انتما الشلا دا كاينه كلشي موجود تبارك الله حمقنا حتى والله نسيتو وفاهم واحد بين الزيجون واه الحجم لا من بروكسل تيجي سير كومون لا كنجيبو مكناس زعما الا كان مكناس ولا تبارك الله عليكم مسلاله مسلاله واه واه الاخت مسلاله شنو هاد المسلاله هادي واحد الزيتون ديال الدار مشقوق وفيه العشب ومنفوخ هكا صوره هذا هو سعد ولد عمي هذا هو الصغير دابا عندنا في العائله سعد عليك حزن داك حزن ها شوف شدو كاملك هذيك الكاميرا محروقه والله الا هانتم والله الا بنا زوينين مالكم ها الوالده وقيل هذا الزيتون وقيل جاب داك الزيتون اللي كتشوف من هنا لا هذا الكحل زوين هذاك عاوتاني عنده داك الزيتون الخضر زوين ولا عذبتي راسك ما اختي مريم عيط بلا وحده والله الا براني انا ماشي عائله ولا طبله وحده عاد والله الا طبيله وحده هما اربعه بوحده وحنا اربعه بوحده اييه هما الرجال ديه الرجال اللي نغسل عليا باش نهضروا في خاطرنا انتي عارفه انا مامو انا خبرتنا هنا مريم انتما خوتي جات لحظه المكتف هذا نعم صحارها لا يعطيك الصحه راك وفاء شكون يكون طيب زعما الدجاج هاد الحاله هذا ما تقدري مريم انا اقسم بالله لا كنطيب والله العظيم لا وني واش انت طيبتي دابا لا اليوم ماشي انا ولكن انا كنطيب اليوم ماشي انا
لا زاد تبارك الله ما شاء الله. سول الاسعار خلات تجي ماما كاع حضرتها اصلا الطيابيه تبارك الله تي الجديد سدو البلدي بلدي واع ماما جديد تبارك الله ما شاء الله الخبز وانا انا كنعمر كيجي لاباس عليك كيجي حار كيجي كلشي مزيان مزيان كيعجبك طياب ماما اه عطينا انا عطيتي شحال توحشت ماك هذا الدار مره حرقاتو وست شهور شكون مريم هذا هو اللي بقى يفرجك صافي جاك قلنا زاد قلنا كتعرف مريم طيب ولا والو زاد عرف ها زاد عرف ولا كان واحد المره ما كانت تعرف وراتها ماما هاي مره وحده وهي تلقات حرقاتو مريم تقلونطات ديجت بيا بالمحكمه واش هاد بيا ديجت بيا هذا في المحكمه ملي غزات برك هذا خاصها غيتها ماما عرفتي شهدي شهدت الحق كنطيب الدجاج ولا ما كنطيبش الدجاج باش يطلع خالتي حد الله يرحمها قلت لك المره اللي فرقاتو شوف تعقل عرض دابا حنا كنا كل جمعه تنعيطوا لخالتي حده تاكل معنا كسكس واحد الخطره انا كنت باقا صغيره ما كنعرف ندير حتى شي حاجه قلت لها ما غنمشي للسبيقه واجيت غتحرك لي الدجاج وصافي قلت لها نزيد الماء قالت لي ما تزيديليش الماء قالت لي غير بقى تحرك وصافي مشات تعطلت في السبيقه الريحه بقيت كنحرك رجعت طوق حلال الدجاج رجعت حلال وباقا كنحرك قلت لها حملي قطعات لقاش ما تريحك العافيه ما راسك الدرك جيت كتجري لا شوفي قلت لي حركي بقيت كنحرك وانا حدا كنحرك لا واعره قالت لي قلت لي حركي شوفي كليت اكبر قتله في العالم داك النهار صافي داك النهار بقى عرض عليا الدجاجه وفاء قالت لي خاطي غير تعاوتاني داك الشيء ما ضايع لا لا دخلتي غير تعاوتاني رجال بدا تايفر نور داك الشيء اللي قالت لي تايفر داك الشيء الحمد لله حنا غنبداو اخوتي والله الا بسم الله يلا دوقي 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 ونشوفوا بسم الله بسم الله ما شاء الله مريم ياك ما تقولي انت عاوتاني مشاركه في هذا الشيء نتي مدردره على برقوق من الفوق وقع انا غادي ندير الحركه مريم حركتها على الطاوة على شكون اللي قابل البصله ديال الدجاج لا خرج العروسه ها خرج العروسه راه تعرفها كاع العروسه ما قدرتش قبل مريم ان شاء الله مريم ان شاء الله تفرحوا بها يا ربي شتي يا تبقى لها بحال غير في الحبل بحال راه في العرس الله يحفظها في الهضره لا 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 انا عرفت لا خوتي في الصحه وراها يلا خوزي بطع خليك معنا خليك مازال ايوا هاد النار عندك كبيره ما عندك حتى انا محال واش غنعس علاش انا في واحد القاعده خايف باش كنلقى شي حاجه بنينه تناكل فيها بزاف صافي عندي كرشي صغيره مشكله بقى بينا تفرغ هذاك تفرغ هذاك بالقدام ها تفرغ هذاك بالقدام اه والله جات ديسي انا ما عنديش بعد ديسي خلاص معروف ودي سير خصك تاكل ها انتم اخوتي ودي سير ها هو الدسر خصك تاكل ايوا ها شو الاخر تاكل انتي ايوا بالصحة والراحة يعطيك الصحة وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت نحمدك ونشكرك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم أكسر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لك الحمد على كل النعم يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وجنبنا الحرام يا مولانا يا كريم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام
اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاة أمورنا وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عرفك زيارة ديك الوقفه كتكون صافي ما خدش ديك اذا تديك ها غطرطق دات ديك ها صافي غتعوج غتقادي غادي دير هكا شاد تفكر شيكو غادي بحال ديك الحامله اللي عندها 7 شهور عرفتي الحاج ضحكنا الحاج مع دابا غدا غنمشي للصياده موالف دابا شنو كيدير اخو جرات تشوفوني شديت اللقطه ديال فاش بدا كيقرا القران راه شديتها من في الثاني ما شديتش من الاول موالف نورمال تيكون كيعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الفاتحه تيعلمني عاد ديك الساعه كيبدا هاد المره مع دابا غادي للصياده وغادي في قصبه بكري غادي مع حتى الصباح اه حنا راه كناكلو جاج نسمعو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى راه بغا يبدا لنا الروحه انا داكشي باش حمزه بقى كيضحك حتى راه بقينا كنضحكوا يا ربي تسمح لنا راه دابا خلي الحاج غير يضرب حنا خصو يمشي دابا يلعس شويه لقاش عرفتي شحال الساعه دابا راه تكون كنبقى نسينكم انا 12 الليل ودابا هو بدا تصبي بدا غير كيقرا الفاتحه وحنا دابا بداك الزربه بحال هكا بغينا جات واحد هي السريه ديال الضحك وسبحان الله العظيم واش بغينا نسكتوا وكنضحكوا كنضحكوا كنضحكوا يا ربي تسمح لنا ولاني دازت عشيه زويونه وكنشكر خالتي غيتا وكنشكر عمي عمر واختي مريم شكرا لهم بزاف بزاف واختي فاطمه الزهراء حتى هي واخا ما كايناش في الخدمه صراحه الله دازت داكشي واعر بزاف دازت الماكله ما شاء الله عليها غزاله الله يعطيها الصحه وكنشكرهم بزاف والله الا والله العظيم داك اسامه الروينة اللي دار اسامه هاد النهار ما بغا اسامه دار الشوها معاه عرفتي شويه لعب مع سعد ديك حبيبه يا حبيبه ايوا خوتي خوتي باش ما نطولوش عليكم حتى انا غادي نقول لكم السلام عليكم تهلاو في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله تهلاو في راسكم وتصبحوا على خير ويكند زوين مع السلامه.